كيفاش تلقيتوا النبأ ديال هذه الواقعة اللي وقعت العائلة ميغري اللي هي عائلة عريقة وغنية على التعريف؟ أولا هذا ماشي نبأ، هذه فاجعة. لما تعاشر شخص أكثر من 50 سنة هو ابن حيك ابن ماضيك والمستقبل ديالك وكيطرى له هذا الشيء، فما إلا عشنا واحد الليلة اللي لا والأسرة والمدينة القادمة وفي الودايا، لأن الوالدة ديالي بنت الودايا. الإشكال ماشي هو هذا، إشكال هذا هرم الأهرام ديال الفن الغنائي المغربي من الستينات والسبعينات إلى يومنا هذا. هذا الفنان هذا من اللي كان وصلوا معاه لهذا الشيء، إذا بغينا الحياة ديالو تنتهي، بغينا المسار ديالو ينتهي. فإلا كنا كنضطهدوا الفنانة بهاد الأحكام بحال هكا، واللي حولهم حوايجهم للزنقة وما والأبناء ديالهم، فهذا ما يمكنش يكون عنده خير في البلد ديالو اللي عاوناته اللي. ولكن هذه انا كنظن بان هذه كصحابه سحابه عابره، وهاد السحابه ان شاء الله غتحيد هاد الايام ان شاء الله بتدخل صاحب جلاله الملك محمد السادس الله ينصره، اللي كيساند الفنانه وكيساند الشعب ديالو دائما في المحنه. من هذا المنبر هذا كنوجه خطابي الى وزاره الثقافه، الى الفنانه، الى كل من له ضمير حي، باش ما نشردوش هذه العائله ونلقاو حل وسط باش كل واحد يبقى على خاطره. وشكرا. بهذه المناسبة أدعو أولا النقابة الموسيقيين ونقابة الفنانين ووزارة الثقافة بدعمها للسيد ميغري على هذه المعاناة، على هذه المعاناة. أستاذ ميغري راه الصورة الثقافية بالنسبة للمغرب، ما يمكنش خصنا ندعموه، هذا هو الواجب ديالنا الوطني. يعني الاستاذ ميغري فنان كبير، ففي هذه الوقيته هذه خاص وزاره الثقافه دير الخدمه ديالها وانها توقف مع هذا الفنان لانه واجهه للمغرب. وراكم تعلمون ان وزاره الثقافه وزاره غنيه عندها واحد ميزانيه ضخمه، يعني بالنسبة لهذا المشكل هذا مشكل بسيط، يعني يجب على الوزير أن يتعاون مع وزارة المالية لأداء واجبات ودعم أستاذ ميغري وأبنائه والعائلة دياله باش يبقوا في واحد الحياة حياة بسيطة مثل جميع المغاربة بدون مشاكل.